في الفيديو ده هنتكلم عن بيلد باستخدام سيف الليل واللهب، والسلاح ده معروف بقوته العالية، لكن بفضل التحديث الجديد والبف الإضافي الموجود في تلزم الرنالة هنقدر نحصل على ضرر خيالي بطريقة ما عادية في السلاح ده. ممكن نقضي على بعض الأعداء بوان شوت فقط، فالسلاح ده جبار بطريقة ما عادية. فما تنسونا من اللايك والاشتراك على القناة. السلاح هو سيف الليل واللهب أو سورد أوف نايت أند فليم، ومعروف جدا وحتقدر تحصل عليهم من بداية اللعبة من قلعة كارية. حاسب لك رابط توضح لك كيف تحصل على السلاح في أول تعليق. السلاح من نوعية السيف مستقيم، والمفسد بتاعته ما مهمة شديد، لكن المهم إنه فوقه آش أوف وار قوية جدا. وضعية الليل واللهب، عند استعمالك لزر المهارة بتكون في وضعية وممكن تستعمل هجمتين. زر الهجمات الصغيرة حيطلق موجة من اللهب، وزر الهجمات العادية حيطلق ضربة من السحر، والضرر في الاثنين عالي جدا وقوي. طبعا ده نسخة محسنة من سلاح رنالة، فقط المفسد الموجودة فيه أسوأ من سلاح رنالة، لكن المهارة الموجودة فيه أقوى بمراحل من سلاح رنالة، فدي حاجة كويسة جدا. نحن حنركز فقط على استعمال المهارة لأن الضرر فيها عالي جدا سواء كان وضع الليل أو وضع اللهب. على الرغم من أنه المهارة قوية جدا، لكن فيها مشكلة أنك بتاخذ زمن كثير جدا عشان تلغي المهارة سواء كان جزء اللهب أو جزء السحر. وجزء اللهب بحس أنه أفضل من جزء السحر، لأنه جزء السحر أثناء إطلاقك للمهارة أول بتشحن السحر في رأس السلاح وبتطلق السحر، ولازم الأعداء ما يضربوك عشان تقدر تطلق موجة السحر بشكل كامل، عشان كده بتاخذ زمن أكثر في إطلاق المهارة باستخدام وضع السحر. أيضا الجزئين بيسببوا ضرر في البويس دامج، الحاجة بتخليك تحصل على كريتيكال، لكن الحاجة دي ما فعالة نظرا لأنه جزء السحر هو اللي بيسبب بويس دامج أعلى من جزء اللهب، وجزء السحر زي ما قلت لكم بياخذ وقت كثير جدا، فهتعاني إنك تستعمل بشكل متكرر في القتال. وعلى الرغم من إني أحيانا استعملت آش فور أندور عشان أقدر أطلق موجة السحر بقوتها الكاملة وحصل على البف من تلزم الرنالة، نظرا لأنه بتاخد وقت كتير ودارين ثانية إضافية عشان نحصل على البف من تلزم الرنالة ونطلق المهارة، فبتاخد وقت كتير جدا. وعشان كده أحيانا ممكن تستعمل أشفور أندور عشان تقدر تستعمل المهارة بقوتها الكاملة. طيب خلونا نتكلم عن العتاد كامل. أولا عندك سيف الليل واللهب مطور فول ماكس، والسيف طبعا بيعتمد على القوة والبراعة والإيمان والذكاء، نفس الصفات اللي بيعتمد عليها سيف رنالة. طبعا فيه بي سكيل في الإيمان وبي سكيل في الذكاء، الحاجة اللي بتجعل الضرر يكون عالي جدا في المهارة، بعكس سيف رنالة فيه سي سكيل في الايمان وسي سكيل في الذكاء. لو كان فقط فيه بي سكيل زي السلاح ده كان سلاح رنالة حيكون رائع جدا كمهاره وكحركات قتاليه، لكن طبعا حتعرفوا السبب بعد نستعرض قوه السلاح ده امام الزعماء انه ما عملوا بي سكيل في السلاح ده ليه. طبعا بيحتاج 12 نقطة في البراعة والقوة و24 نقطة في الايمان والذكاء، عشان كده ده توزيع نقاط القوة في مستوى 200. طبعا انا هنا عشان شخصيتي مستواها 202 ففي نقطتين زيادات في التحمل، 60 نقطة في الحيوية، 30 نقطة في القدرة العقلية. استهلاك السحر ما عالي، لكن عشان تقدر تستعملها بشكل متكرر بفضل انك يكون عندك سحر عالي. 25 ايضا بتكون كافية جدا. تحمل 28 نقطة، القوة 12 والبراعة 12، لكن شخصيتي كانت ساموراي. الذكاء 63 او 60 فقط كافي عشان تقدر تحصل على ضرر عالي جدا من المهارة، والايمان ايضا 63. إذا وضعت نقاط أكثر في الإيمان والذكاء وصلتهم إلى 80 أيضا حتقدر تحصل على ضرر إضافي، لكن ما حيكون يعني عالي بشكل كبير أكثر من 60 نقطة في الذكاء والإيمان. لكن إذا أنت مستواك عالي وتخطيطك عالي فبفضل أنك تضع نقاط أكثر في الذكاء والإيمان عشان تقدر تحصل على ضرر عالي. طبعا في مستوى 150 40 نقطة في الذكاء و40 نقطة في الإيمان، وحاول قلل النقاط الموجودة في القدرة العقلية والحيوية، 55 في الحيوية و25 في القدرة العقلية. بجانب السلاح عندنا خنجر فيه آش أوف وار أندور نستعمله ضد رادان وميزمر، وايضا مستعملين عصا الجانب الاخر عشان نقدر نلغي التعاويذ السحريه والتعاويذ الانكانتيشن في ان واحد، او ممكن تستعمل اي عصا سحريه وسيل من اختيارك، حاجه اختياريه كليا. في الدرع هنستعمل درع راكشاسا عشان يدينا زياده في قوه الهجوم بنسبه 8% سواء كان ضرر سحري او ضرر باللهب. التلزمن هنستعمل تلزمن درع التنين العظيمه عشان يزيد قوه الدفاع بنسبه 20%، وشارد اوف الكسندر عشان يزيد قوه المهاره بنسبه 15%، وتلزمن الرناله عشان نزيد قوه الهجوم بنسبه 45% بعد نتخذ الوضعيه ونحصل على البف الإضافي بعد نكون في الوضعية لمدة ثانية. وآخر تلزمن هتستعمل تميمة عقرب النار أو تميمة عقرب السحر حسب الجزء اللي أنت هتستعمله من المهارة ضد الزعيم. طبعا في زعماء عندهم مناعة ضد اللهب وفي زعماء عندهم مناعة ضد السحر، فغير التلزمن كل مرة حسب الزعيم. طبعا ده هيديك زيادة في قوة الهجوم بنسبة 12%. في الفلاسكو فندر فيزيك هنستعمل الدمعة الممتصة للدماء عشان نرفع قوة الهجوم بنسبة 20%، وأيضا نفس الشيء بينطبق على الفلاسك سواء كان استعملت جزء اللهب أو جزء السحر، فغير حسب الجزء اللي أنت هتستخدمه ضد الزعيم. إما إنك تستعمل الدمعة المتصدعة المغلف للهب هتزيد قوة اللهب بنسبة 20%، أو الدمعة المتصدعة المغلفة للسحر عشان تزيد قوة السحر بنسبة 20%. بالنسبة للتعويذ هنستعمل هبة المباركة عشان نجدد الهز باستمرار، وجولد فاو أو العهد الذهبي عشان نرفع قوة الهجوم والدفاع بنسبة 15%، وهاول أوف شبريري عشان نرفع قوة الهجوم سواء كان ضرر سحري أو ضرر باللهب بنسبة 25%، وآخر حاجة تعويذة سحرية تيرا ماجيكا أو سحر الأرض عشان نزيد قوة الهجوم بنسبة 22% لما نكون متواجدين فوق الرمز بالنسبة إلى الضرر السحري. دي بتعمل بشكل جيد في القتال
ضد ميسمر والرادان، وحوريكم بعدين فيها القتال. في الجريت روم ممكن تستعمل روم مورغول عشان تحصل على هيلث عالي جدا، او ممكن تستعمل رون رادان عشان يديك زياده في نقاط الصحه والتركيز وقوه التحمل، لكن انا فضلت الهيلث العالي عشان اقدر اتاجر في بعض الضربات مع الزعماء. ايضا ممكن تستعمل غدر الزيت عشان تقدر تحصل على ضرر اضافي بالنسبه للضرر باللهب او جزء اللهب الموجود في السلاح. غدر الزيت الضخم او غدر الزيت الصغير، الضخم بياخذ وقت كثير جدا عشان انت تلغيه على الاعداء، والصغير شويه اسرع من اخوه، لكن الضخم طبعا بيديك ضرر اعلى بنسبه 65%، والصغير 50%، يعني شوف انت اختياراتك. لكن طبعا ما كل الزعماء بتقدر تستخدم الحاجه دي ضدهم، وحتشوف الحاجه دي في القتالات ضد الاعداء، لكن ضرر عالي جدا صراحه. ومستوى مبارك الشكل الاسكادو عندي 20، فعشان تحصل على نفس الضرر اللي حسببه ايضا لازم يكون مستواك 20 في شجرة اسكادو. طيب بالنسبة لتسلسل البوف، فعل الجريت رون الخاص بك، استعمل هبة المباركة، استعمل جولدن فاو او العهد الذهبي، استعمل هاول الشبريري، طبعا مزمر قوي ضد اللهب فعشان كده احنا استعمل السحر، استعمل سحر اشرب الفلاسك، ندخل نبدل الى الخنجر اللي فيه اشفور تحمل، الغي التعويذة هنا، استعمل تحمل، نديه لك ضربة، اوه والله ضرر عالي. مات. ما عملت لكم، كنت خايف تقتلني. يا الله يا الله يلعن، ضرر مجنون، ضربتين بس. طيب كوماندر جايس حنستدري بالطريقة المعتادة وحنستعمل ضد اللهب، نديه هنا غدر زيت على امل انه يصيبه. ايوه طيب، الله الله الله، هنا بس دعيم 24000، انتهى 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 صاحبنا ده قبل ما يطير. دعيم يا الله يقوي يا اخ. طيب وحشش نجمة الساقطة حنديه غدر زيت هنا، حنزح من اتجاهه عشان بعد انتهي من اندفاعه ده، نديه هنا، نديه لك ضربة، ما وصلته. الله يا تعال قريب يا الله اخو، تعال تعال، دي ضربة مشحونة، انت مليان زيت. 29000. الله لو كان ضربته من البداية ما عليه يا اخي. الاسد الراغص ايضا ضعيف ضد اللهب، ف لا لا يا لا لا يا عرفت الله. دي مشكلة السلاح فقط. خلاص انتهى صاحبنا ده، انتهى نهاية مرة. 24000. الله يقوي يا اخي، بيت زيت جبار. طيب رينالا ما حنقدر نستعمل عندها الزيت بشكل جيد لانه زي ما شايفيننا ما مشكلة، تاجرنا معاه اللخط. الله متعبة يا حد تكون. هاي اديها اديها. دايم 22000. رينالا قوية والله. هتعمل ترانزيشن. امسك ده ترانزيشن ويلا ودعي. لا الزيت مجنون، الزيت مجنون يا اخي. طيب الجولدن هيبو ايضا حنستعمل ضده الزيت. نلغي عنده غدر. التركيبة دي جبارة صراحة. اديه لك ضربة غادية. دايم 35000. طبعا عشان اعمل له ان شوت الا اضربه بجسد السلاح واللهب. طيب مدرا مشكل مشكلة صراحة النظرة، لانه الهيلث عنده كثير يا اخ، فكتلني كم مرة صراحة. ضع العلامة هنا على امل. طيب اديه لك ضربة قوية هنا. اوه والله دي قوية. ليش ليش المشكلة شايف انه؟ لا لا يا لهب ما حيعمل له اي شيء. امسك ده يا باطل. ايوه انتهى 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 انتهى. دايم. والله كان مشكلة حقيقية صراحة مدرة، دمه كثير يا أخ.
I knew you'd come to stand before the Elder Ring. أمسح لك جيديون من وشهله. العاصمة الملكية. أي استحمل السحر صاحبنا ده. ما هو سحر. هيا علخه تشرب قدام مني. معناه اللهب كان حيقتل بشكل سريع. طيب جودفري حنستعمل ضده الزيت على أمل إنها تصيبه. والله ما أصابته يا أخي. لا أصابته والله. خليه يجي قريب. ولد يا. أكتب لك ضربة تانية. طيب عمك ده ما انتهى خلاص. نرجع منه ورا كده. وخلاص انتهى. استريح يا. طبعا كتني يا أخي لكن قلت لازم أقتله بالطريقة دي. طيب ملكس سريع جدا فاستعمل ضده السحر هيكون افضل لانه حيجينا جاري حسي هو. لا حول ولا قوة الا بالله. وديه 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 والله مسحناه ومسح ملكس. طيب راديغون ضعيف ضد اللهب فممكن نعمل له وان شوت. دايم يا ضربته وضربته. طيب رومينا ضعيفة ضد اللهب فنقضي عليها بشكل سريع جدا. ادي لك قدر زيت. ادي لك لهب. اوه 24000. تعالي ندي لك قدر زيت. تعالي نازل لخط. تعالي نازل لخط. الله يضرر خيالي لكن. طيب رادان جزء اللهب بطيء جدا امامه افضل جزء السحر على الرغم من انه بياخذ وقت كثير. الله زي ما شايفين التوقيت بعد الديل سي اصبح مزعج يا اخ. طيب كلام جميل كلام جميل. المشكله في الفيز الثاني بس يطير. كلام جميل. نعمل اندور هنا. نكتب لك ضربة تاني. اوه عمك انتهى عمك انتهى. انتهى نهاية مرة. تطير وين يا الاخو؟ تطير وين يا الاخو؟ لا سلاح جبار يا ناس. ده الغلطة لما عملوا بفلة التلزمن صراحة. فبس ده كان الفيديو لليوم. ما تنسونا من اللايك والاشتراك على القناة وشكرا.